أيضا راح أنشئ واجب كتابة تقرير مثلا، بحيث إنه يقدر الطالب إنه يضيف من الوورد أو يرفق ملفات للواجب. راح أحدده في يوم 1/9 ومسكرة عقب 1/9، وطلع هني عندي الجدول الواجب في الصفحة الرئيسية. أما ديسكفر اكتشف، هني أقدر أشوف المدارس الثانية شنو حاطة من أشياء تعليمية، وعندي في البداية ألعب يقدر المعلم يشاركها مع الطلبة. عندي هني المكتبة، هي تعتبر من أهم الأشياء، أقدر أرفق فيها ملفات PDF وأحط فيها واجباتي تكون موجودة هني. أضغط جديد، إما أقدر إني أحمل ملف يكون موجود بالمكتبة أو رابط لفيديو باليوتيوب، أو أقدر أرفق اختباري أو إني أبطل بالوورد أو الإكسل أو العرض التقديمي. المميز فيه إنه إذا بطلت الوورد ما راح يوديني على الوورد نفسه، راح يكون الوورد برنامج إدمودو نفسه، إنه ما راح يطلعني. شوف شلون كذي إني أقدر أكتب وبدون ما يطلعني من الإدمودو. نرد للإدمودو، كا ما طلعني. هني عندي المسجز، الرسائل اللي أقدر أدزها أو أستقبلها من الطلبة. مثلا راح أدز حق طالب عندي، أقول أكتب هني وأضغط إرسال، وصارت عندي هني الرسالة. وإذا رحت للصفحة الرئيسية راح تطلع هني عندي التقويم أو الكالندر. هني تقدر المعلمة إنها تشوف جدولها، يعني في اليوم المحدد راح نسلم الواجب، في اليوم التالي راح يكون اختبار، وهكذا. وبكذي أكون انتهيت من صفحة المعلم. الحين بنشوف صفحة الطالب، راح نسوي تسجيل دخول. في البداية نبي نروح نسجل كطالب، نختار التسجيل كحساب طالب. راح أحط هني عندي كود المادة، بعدين اسم المستخدم والبريد وكلمة المرور، أو إني أقدر أسجل مع جوجل، بس راح أضيف كلاس كود لكلاس أيضا، أنا ضفته من قبل وما راح أسوي هالطريقة. راح أحط تسجيل دخول على طول، راح أسويه مع جوجل. طلع عندي حساب الطالب هني، هذا البروفايل مالي، أقدر أغير الصورة إذا حابة. أختار الهوم، هني ماي كلاسز أو المواد حقتي، أقدر أشوفها عندي 5 رابع و5 سادس. هني أقدر أشوف الأول كلاس، وإذا حابة إني أشترك كلاس أو مادة ثانية بس راح أختار هني 3 نقاط عندي، بعدين join a class وراح أضيف كود المادة المطلوب. هني عند صفحة الهوم ممكن إني أكتب منشور أو أي شيء أبي أقوله، وأسوي select a group وأرسل حق أي صف أبي. وهني عندي أقدر أشوف المعلم أو الدكتور شنو يكتب، أقدر أسوي لها لايك إعجاب أو إني أقدر أعلق عليها.
وأيضا أنزل أشوف ممكن تكون موجودة عندي مدارس أو ناس ثانية أقدر أطالع وأسوي لايك أو كومنت أو هم شير. وإذا رحت فوق عند كلاسز راح ألقى الكلاسات أو المواد اللي أنا مشتركة فيها. وإذا رحت هني عند البلانر أو المخطط راح تطلع لي كل الامتحانات أو الواجبات اللي واصلتني وما حليتها. مثلا راح أحل هذا الاختبار القصير تيك كويز، أكبر الجزر الكويتية، راح أجاوب صح، سوي نكست، صلي كل دولة مع عاصمتها، أضغط نكست، وبريفيوس إذا برد حق السؤال اللي قبله، نكست، هني أقدر أكتب كتابة، يكون سؤال مقالي. هني يكون الخيار أقدر أختار أكثر من خيار وينحسب لي صح. نختار سبمت سبمت، وبشذي أكون سلمت الاختبار وأقدر أختار ريفيو كويز إذا أبي أشوف اختباري صح أو خطأ. عندي سؤال ما حليته، أختار ريفيو، عندي هالسؤال ما حليته، هالسؤال أكثر من إجابة، هني عندي هالسؤال الأحمر إجابة خاطئة وأنا مختار الإجابة الخاطئة، عندي هني حليت الإجابة الصحيحة وهني ما حليتها. راح أسكر الحين الاختبار ونرد هني. الباك باك أو الحقيبة الظهر هي خاصة لي في البرنامج نفسه، أقدر أضيف لي فيه فايل يكون مسيف عندي في برنامج إدمودو أو فولدر أو لينك، أو إني أقدر أكتب بالوورد راح يبطل لي. سواء حابة أكتب تقرير أو أي شيء يكون مسيف لي في البرنامج نفسه. الحين صار متسيف عندي الوورد، راح أروح ديسكفر أو اكتشف. هني إذا حابة ألعب عندي وقت فاضي أقدر ألعب، أو أقدر أشوف أشياء تعليمية، أو أقدر أطالع المدارس الثانية شنو منزلة الأشياء التعليمية. هني عندي المسجز الرسايل، الحين لقيت لي عندي المسج من الدكتور يقول لي أرجو تسليم الواجب، أقدر أرد عليه. أرد على الدكتور أو أرفق الملف، أرفق الواجب من خلال هذا. وعندي أقدر أيضا أكلم الدكتورة أو الدكتور من هني، اختار send to اسم الدكتور أو الدكتورة، وأكتب أي شيء أبي، أو إني أقدر أرفق ملف مثل ما قلت، أو في تعبيرات، أو إني هني عندي الباك باك هذه الحقيبة من اللي قبل شوي سيرتها بالوورد، هني أقدر أدزها حق الدكتور أيضا. سنت وصمت مع فيس، إذا شفت هني علامة الجرس راح يكون فوقها رقم يعني توجد إشعارات. لقيت عندي هني إشعار من المعلم اكتبي تقرير عن جزر الكويت، هذا ما حليته. أقدر أشوف هني آخر وقت محدد 1/9 قبل الساعة 12،
إما أني أحله عن طريق الوورد أو الباوربوينت أو الإكسل أو كتاب هني، أو أني أسوي أتاتش يعني إرفاق معه من ملف عن طريق الكمبيوتر أو لينك عن طريق الويب أو فايل فروم الباك باك. هذه الباك باك حقيبة الظهر اللي في البرنامج نفسه. راح أطلع من الإشعارات، راح أروح الهوم، عندي راح أشوف هني الكالندر مثل ما موجودة عند المعلم أيضا موجودة عند الطالب، راح أدشها. راح يطلع لي هني مخطط، مثلا في اليوم المحدد عندي تسليم واجب، في اليوم هذا عندي اختبار قصير، وهني لأن مو خلال الأسبوع كانت الواجبات عندي في شهر 9، فيطلع قريبا إنه عندي اختبار قصير وعندي كتابة تقرير. هني النوتيفيكيشن والإشعارات اللي وصلتني، اختبار قصير، إني انضفت وانضميت إلى هذا الفصل وانضميت إلى فصل ثاني أيضا. عندي المسجز اللي من الدكتور أو إني دزيتها للدكتورة. راح أرد إلى صفحة الهوم أو الصفحة الرئيسية، راح أشوف المعلمة شنو دزت لي. كتابة التقرير ما ردينا عليها، أوبن. عندي قلنا التسليم أول 9، 1/9. راح أرفق الملف من الكمبيوتر، اخترنا و turn in، دزين الأسايمنت. الحين راح أرد أشوف شنو فيه بعد دازة. الحين عندنا تصويت متى يكون الاختبار، راح أصوت يوم الأحد. صوتنا وكذي أقدر أسوي إعجاب على التغريدة. هني إني أقدر أكتب على المعلمة أو الدكتور كومنت، أعلق. وراح أدزه، أسوي لها لايك. راح أصعد هني، راح أشوف هني تحت خانة ماي كلاس أو حصصي جروب، إني أقدر أنضم إلى جروب عن طريق الكود. هني عند الماي بيرنتس أو الوالدين أقدر أضيف ولي الأمر عن طريق الإيميل أو الرقم. هني راح أكتب مثل ما قلت رقم أو إيميل ولي الأمر، راح أكتبه. نختار هذه العلامة. الحين ضفنا. عندي هني هذا الكود، الكود مالي، أقدر أدزه حق ولي الأمر عشان إنه يقدر يضيفني في أكاونته. عندي هني في الـ upcoming أو الأشياء القادمة لي، إذا دز للدكتور شيء راح ألاقي هني، أو إني أقدر أروح عند الكالندر أو التقويم، أبطلع وأشوف كل ما هو
جديد أو كل ما هو مطلوب علي، ماكو ما عندي شيء.